بسم الله، والحمد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن الآن جينا هنا لبرنامج كوباية الشاي وسيطرنا عليه. فخر الدين سيد برنامج كوباية الشاي المدعو فخر الدين، فخر الدين يوسف، جينا وما لقينا. فخر الدين انت طلعت من البدروم كيف؟ نحن ما عارفينك، واقعد الشرشح لي بالدول، لو مشيت أذربيجان ذاته نحن هناك بنحصلك. انت قايله بعيده علينا، الموضوع ده ما بعيد علينا نحن، في اي مكان مشيت له نحن بنحصلك باذن الله تعالى. الان نحن مسيطرين سيطره كامله على كل البرنامج زي ما انتم شايفين، وهو كان راجل يجينا نحن في مكاننا هنا ويحصلنا، وبعد ذاك لنا كلام ثاني ان شاء الله. عشان مقرون بركة والحديد بوكسي، عشان مقرون بركة والحديد بوكسي، فرمان أكسي، عشان مقرون بركة والحديد بوكسي، فرمان أكسي.